نعم والله، هذه والله ملذات وهذه نفحات وهذه مسرات لابد الإنسان أن يتعرض لها، خاصة ونحن قد رأينا في رمضان يعني الحمد لله الكم الهائل من الشباب الذين يعني تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم. لهذا حال المؤمن في رمضان كحاله بعد رمضان، هكذا المؤمن يعني يزيد في القرب ويزيد في الطاعة ولا يغفل عن هذا الأمر. لهذا قيل لبشر الحافي رحمة الله عليه إن قوما يعني يتعبدون ويجتهدون لله عز وجل في رمضان فقط، فقال بئس القوم، قوم لا يعرفون الله حقا إلا في رمضان. قال ثم قال إنما العبد يعني العابد هو الذي يتقرب ويتعبد المولى سبحانه وتعالى سائر السنة. لهذا يعني بعد زوال هذا الشهر المبارك ويعني ذهبت معه شيء من النفحات وشيء من العبادات، كان فيه القيام وكان فيه الدعاء، يعني لئن انقضى هذا الموسم فهناك مواسم متعددة. نعم، فهناك موسم يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، الصلوات الخمس، الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول واركعوا مع الراكعين. الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا هناك نفحات أخرى، هناك الوتر وهناك التهجد، ربنا تعالى يقول كما في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيضا وفي هذا المقام أيضا وفي هذه النفحة يعني هناك الثلث الأخير من الليل، نعم يعني في هذه الخلوات وهذه السكنات يعني الدعاء، هذا موطن إجابة للدعاء. الإنسان إذا كان في شدة، إذا كان في كرب، فبإذن الله سبحانه وتعالى يلتجئ إلى المولى عز وجل داعية. أيضا هناك أيضا موسم أسبوعي، الجمعة يعني يتكرر كل أسبوع، نعم، وفيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. كذلك يعني هناك أيضا صيام الاثنين والخميس، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يعني الحمد لله، يعني الخير مستمر، الخير مستمر، لكن الإنسان يحذر، والله يحذر أن يكون كامرأة مجنونة كانت بمكة اسمها ريطة بنت سعد. هذه المرأة كانت يعني تغزل الغزل، غزل الصوف وكذا، يعني كانت تغزل يعني غزلا قويا محكما ثم تنقضه أنكاسا، وهذه ذكرها الله عز وجل في سورة النحل، يعني تنقضه أنكاسا يعني تفكه وتفسده بعد إحكامه، يعني شوف التعب هذا كذا والجهد كذا ثم تفسده. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.